السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة كويسة. معاكم مطبخ ام مريومة. النهاردة هنعمل لكم العيش الفينو بدل ما بنروح نشتريه، والايام دي بقت صعبة جدا، ما كل المحلات قافلة في الحظر ده. يا رب يفكها على المسلمين جميعا يا رب، ويعافينا ويعافي المسلمين وجميع الدنيا بحالها يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا هنعمل العيش الفينو. بصوا جمال الفينو، بصوا طري ازاي، بصوا يا جماعة طري ازاي. هعمل لكم العيش الفينو النهاردة بإذن الله، وهوريكم ازاي يتعمل بسهولة وبتكاليف قليلة جدا. يلا بينا بقى نروح نوريكم هنعمل ازاي العيش الفينو. قبل ما نعمل بقى، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتشيرولنا الفيديو عشان يوصلكم مننا كل جديد بإذن الله. ما تنسوش تفعيل الجرس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبيباتي هوريكم المقادير الاول اللي احنا هنعمل بيها العيش الفينو. دلوقتي معانا هنا معلقة بيكنج باودر، معلقتين لبن بودرة، معلقة ونص كده سكر، معلقة ونص خميرة، هنا معلقة ونص خل، وفي كوبايتين مية وربع كوباية زيت. هوريكم الأول هنبدأ بإيه. اللهم صل على سيدنا محمد. هناخد السكر هنحطه كده، والخميرة عليه، وهنجيب إيه المية نحطها عليه، ومش هنقلب، وهنركنه. حطينا الخميرة والسكر والمية وهنسيبهم بتاع حوالي 10 دقايق مع بعض كده. هنعمل ايه بقى في خلال ال10 دقايق؟ هنجيب هنا كوبايتين دقيق، هنحط عليهم اللبن البودرة، نحط عليهم البيكنج باودر، وهن ايه وهنقلبهم كويس، وهنحط عليهم ايه رشة ملح، هنحط عليهم رشة ملح، وهنقلب الدقيق مع اللي احنا حطيناه اللبن البودرة والملح والبيكنج باودر، هنقلبها كويس. استني 10 دقايق كده الخميرة تاخد ايه، ادي ايه الخميرة ايه، سيبناها بتاع 10 دقايق كده مع السكر والمية. هنقلب كده، لو عوزنا دقيق تاني نحط مفيش مشاكل. هنحط الخل، هنحتاج دقيق تاني، هجيب كوباية دقيق نشوف هنحتاج ايه، حطيت لها شوية دقيق كمان عشان المية ايه انا حطيتها اكتر شوية. بعد كده ايه اهم حاجة بقى فيه زي ما بيقولوا خدمته. خلصنا عجن فيها، بص خلصت ازاي من ايدي، وطريه برضك زي ما انتم شايفين كده طريه ازاي. دلوقتي هي ايه خلصت، بصوا قص ايدي شويه زيت كده،
اسيبها بقى تخمر، هحط لها كيس، اغطيها بكيس كده عشان تخمر. واغطيها بفوطة كده واسيبها لما تخمر. وهوريكم شوفوا العجينة بقت عاملة ازاي، شوفوا خمرت ازاي ما شاء الله. هنحط شوية دقيق كده، هي طرية عجينتنا طرية. وبعدين هنعمل ايه يا جماعة؟ بصوا زي ما انت عايزة سمك الايه؟ العجينة. هتعملي صغير بقى تعملي كبير، هنعمل لكم شفتوا بنعملها ازاي. طبعا ما انت ايه عايزه. هعمل لكم العجينه كلها وارجع لكم تاني. ودلوقتي بصوا يا جماعه طلعوا معايا حوالي 13، يعني هو حوالي ايه 13 حته قطعه، هما حوالي 3 كوبايات، يعني حوالي نص كيلو دقيق الا حبه. فانا حطيت كوبايتين في الاول بعدين رجعت حطيت كوبايه تاني، طلعوا 13 رغيف. بسم الله هنبدا من اللي خدناه الاول كده. هنعمل ايه؟ هي العجينة طرية جدا وجميلة زي الملبن. بصوا يا جماعة بتمط معايا ازاي. ممكن بقى ايه نفردها كده، مش هنفردها جامد بس تكون متساوية. حاطين طبعا فردين تحتيها دقيق، تفرديها كده على الايه انها تبقى ايه مستقيمة كده. نلاقيها تلزق كده، حبة دقيق صغيرين كده. بصي حسب ما انت عايزه بقى الرغيف. بصي بترولي الرغيف كده، بتلفيه دايره. بسم الله اهو. وطبعا الحته الاخرانيه دي من تحت، وبتروحي رصاه في الصينيه كده. ماشي بتعملي، هعمل لك واحد تاني. حطي شوية دقيق كده، جيبي طبعا اللي انت ايه عاملاه الاول. بصي بتمطي منك كده. بصي Thank you.
ايه كده، تلاقي حته لازقه. ترجعي تلفيه كده، زي الرول كده، وتشيليه زي ما انت شايفه كده، وتحطيه بينه وبين في الصينيه، بينه وبين اخوه حوالي 3 4 سنتي كده. هعمل لكم الباقي ده واجي لكم تاني. ودلوقتي يا جماعه خلصنا صينيه اهي، هنعمل ايه صينيه تاني دي بقى؟ قبل ما نعملها هنعمل ايه؟ هنغطيها كده عشان تخمر، لازم تخمر، ولما تخمر قبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم. وهبدأ اعمل الصينية التانية. شوفوا يا جماعة، ودلوقتي ايه الفينو خمر ازاي، هنعمل ايه بقى فيه؟ عملنا شوية بيض بخل، وهندهن الوش كده، عشان يطلع وش احمر وجميل كده. وهندخله على فرن حرارته 180 درجة، ولما تحس ان هو خد جنب من تحت كده هنعمل ايه؟ هنولع الشواية بس ونشي من تحت، ولما يخرج هوريكم.